لذلك احنا لو يعني عرجنا بشكل سريع على بعض الشركات مثل ما ذكروها بعض الاخوه اصحاب سعاده النواب اللي تقرض وتدين لدرجه معالي الرئيس، يعني حتى لو كانت سياره اخذها من هذه الشركه مثلا يحطون لنا نفس الشريحه الصغيره في السياره ويعرفون ويعاقبون ويتعاقبون، هل هذا مسموح بقانونا؟ اذا تاخر عن سداد قسط وقسطين وثلاثه يروحون حق سيارته وعندهم مفتاح احتياط وياخذون السياره، يرجع صاحب السياره ما يحصلها، فيها قال والله واحد اشتكالي فيها ادويته فيها بطاقته بطاقه الهويه وفيه امور كثيره وبعضهم فيها مبالغ في السياره، من يعوض عن هذه الامور كده؟